نعم، الاقتتال لم يتوقف آمال في مدينة نيالة بإقليم دارفور بين الجيش وقوات الدعم السريع، القصف المدفعي المتبادل والاشتباكات البرية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة هو لسان حال هذه المدينة، والتي نزح غالب سكانها منها جراء هذه الاشتباكات بين الطرفين. الجديد هو اليوم أنه قد دخلت إلى سدة المعارك اليوم الطائرات الحربية التابعة للجيش. قوات الدعم السريع اتهمت في بيان لها صدر اليوم الجيش بأنه قصف المدنيين وقصف عدة مواقع مدنية وأسواق مدنية، وأن هنالك عدد كبير من الضحايا سقط من جراء هذا القصف الجوي. حتى الآن الإحصائيات تتحدث عن 40 قتيل وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين. الخرطوم كذلك آمال كانت مشتعلة هذا اليوم، اشتباكات عنيفة جرت في محيط سلاح المدرعات وأيضا في محيط سلاح الذخيرة بالشجرة بجنوبي الخرطوم. أيضا مدفعية الدعم السريع قصفت عدة مواقع وأيضا مواقع مدنية شمالي مدينة أم درمان بمحلية كرري من قواعدها في الخرطوم بحري وأيضا من قواعدها في وسط مدينة أم درمان. الجيش أيضا رد بالقصف المدفعي على أهداف لقوات الدعم السريع الحلفاية وأيضا بشمبات ومسيرات الجيش، قصفت أيضا عدة مواقع أخرى بالخرطوم بحري وبشرق النيل. هنالك مسيرات أيضا تابعة للجيش قصفت زاهر مواقع للدعم السريع بشرقي الخرطوم تحديدا في أحياء الرياض والجريف غرب وعدد من المناطق في محيط المدينة الرياضية وأرض المعسكرات بسوبر.